أحسن الله إليكم. المستمعة باء ألف تقول: أود أن أسأل الشيخ عن هذا السؤال. تقول: لعلمي أن إمامة المرأة تجوز للنساء، فهل تجوز لها، بل هل يجوز لها أن تجهر بالقراءة في أثناء الإمامة بهن إذا كنا في البيت؟ أفتونا معكم. يجوز لها أن تجهر بالقراءة في الليل، في صلاة الليل، إذا لم يسمعها رجل يفتتن بصوتها. فإذا كان صوتها في محيط النساء ولا يسمعها الرجال جاز لها ذلك. نعم.